إصلاح الفساد يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول التخلص من أدوات الفساد. إذا أردت أن تصلح الفساد تخلص من أدواته. من الذي يعطل هذا مثلا؟ مثلا هم موظفون في وزارة الصحة، مديري إدارات، وكلاء وزارة إلى آخره، هم مهم ناس بنادمية موجودين هم اللي قايمين بهذا العمل. أنت إذا أردت أن تصلح تخلص من هذه الأدوات، لابد أن يكون عندك شجاعة، تضع في الرجل المناسب في المكان المناسب زي ما أمرك ربي، إن خير من استأجرته القوي الأمين، ولا ينال عهدي الظالمين. واحد سارق ومعروف وأربع سنين ومارس في السرقة واشتهر أمره وما زال تبقي عليه، كيف هذا؟ هذا لا يمكن. ومما يساعد على التخلص من أدوات الفساد هي مسارعة الحكومة فيما بدأت به، وأنا أشكرها على هذا المشروع، وهو يعني محاولة تعامل إدارات الدولة كلها بالتعامل الرقمي، يعني الإدارة الإلكترونية. هذا من أنجح الوسائل، لأن هذا الموظف ولا المدير ولا كذا ليبقى هو كل ما يجي حاجة يعرقلها ويسكر الباب قدامها ما يبقى معاش عنده هو اختصاص. الأمر الثالث، يعني عندنا التخلص من هذا الفساد الحكومة الإلكترونية، الأمر الثالث أن تكون في الدولة، لا بد، هذا ضروري، أن تكون في الدولة أجهزة تملك القوة، أجهزة عسكرية تابعة لمؤسسات الدولة تأتمر بأمرها، سواء كانت تابعة للداخلية ولا تابعة للدفاع. لابد أن تكون هذه القوة التابعة للدولة مش تبعية شكلية زي ما هو موجود، تلقى يكتب على السيارات وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع، ولكنها تبعية شكلية.